السلام عليكم يا شباب فيديو اليوم نحكي عن الريال باس كيف بدك تحصل النقاط وكيف تشتريهم وفي يعني كم شغله دير بالك تسويها عشان ما تروح النقاط على الفاضي اول, أول شيء راح نحكيه بالفيديو وثاني شيء في ايفنت جديد راح يعطيك سكنات وهدايا يعني مجانيه كتير راح تفيدك راح يعطيك صناديق كمان بنفس الوقت انك تفتحها على ال على الام على الاي كي المطوره او باقي السكنات يعني هو فيك تفتح باي خاره من هدول برضو يعني شيء كتير محرز يعني انا حصلت امبارح ميت بطاقه يعني بيطلع فيهم عشر صناديق وفتحتهم بالايكيا ماشي وبنفس الوقت في برضو ماب جديد فهذا ما راح نحكي عنه الماب الجديد انت فيك تجرب الماب بنفسك وتشوف انا الموضوع المهم الرويال باس والايفنت الجديد اللي راح تحصل منه جواز طبعا بلش بالاول شيء بالريال باس حاب اذكر انا بفتح بث على التويتش اذا عندك اي سؤال او انا حابب تتابعني على التويتش راح تلاقي الرابط رابط القناة بالوصف طبعا أول شيء بعد ما تشتري الريال باس مثل ما بتعرفوا الريال باس في عندك حزمة بخمسة دولار هاي يعني حزمة عادية راح تبلش من ليفل واحد لكن عندك الحزمة الثانية أنا يعني هي اللي نفسي اشتريتها 15 دولار مزبوط إنه عشرة دول دولار أغلى لكن هالشي بيعطيك يعني 10 ليفلات ريدي يعني أنت بدل ما تبلش من ليفل واحد بتبلش من ليفل عشرة أو 11 بنفس الوقت بيعطيك خمسين نقطة وهذول النقاط هم المهمة تشوفونا هون عندي نقطة واحد وحدة باقية طبعا بدك تنتبه وتركز تركز معي كتير منيح انت وقت اللي بتوصل ليفل عشرة يعني وقت اللي بتشتري الريال باس راح يفتح راح يكون هذا الترك الاول فاتح معاك في عندك ترك ثاني وثالث وفي عندك البونس نحن راح نحكي عن الترك الاول الترك الاول من ليفل واحد بتفتح بيفتح معاك ركز كتير منيح النقاط بتشتري فيها الاسكنات اللي بدك اياها اذا انت ما بدك هذا السكن لا تدفع النقاط وفرهم وبعد ما يضل يعني بعد ما يخلص الرويال باس وتشتري اللي انت اللي نفسك فيه والسكنات اللي حبيتها بعدين بترجع للسكنات اللي انت يعني ما كنت راغب فيها بالبدايه مش معطيها اهميه كتير فيك تشتريها بالنقاط اللي بقيت بس ركز معي كثير منيح النقاط تشتري فيها السكنات اللي بدك اياها مثلا عجبتك الام 24 بتشتريها عجبتك المظله بتشتريها عجبتك هدول يعني بد عشان تفتح فيهم صندوق اشتريها او بجمع فيهم السكنات عجبك مثلا الرقصة اشتريها لكن انتبه في بعض العناصر موجود تحت فري يعني ما في داعي تدفع نقاط اتوقع انا بصراحة ما جربت وبالغلط رحت اشتريتهم ما انتبهت فلا تسوي نفس الخطأ ففي تحتهم فري مثل ما شايفين فهذول انا ما اظن انك اه تكون مجبور تدفع لهم اه نقاط اظن يعني, يعني بعد ما بعد ما تصير ليفل عشرة شوف نفس الشيء عم يتكرر هون سكنات مختلفة، لكن مثل ماكم شايفينهم شايفين هون في تحت فري ماشي، هي يعني بعد ما توصل ليفل عشرة أو عفوا بعد ما توصل ليفل إيداعش بيفتح معك التراك الثاني وكمان نفس الشي، أنا هاي ما اشتريت هذا السكن، فراح فأنا فضلت إني اشتري هذا السكن بالأول، واشتريت هاي، واشتريت هاي، واشتريت هاي, هاي، لكن اشتريت أنا كمان هاي مع إني بعرف إنه فري لإني كنت محتاجهم بسرعة وبنفس الوقت اشتريت هدول يعني أربع خمس نقاط مش كتير عرفت علي كيف. وهيك يعني بعد ما توصل ليفل واحد اه 21 راح يفتح راح يفتح معك التراك الثالث ونفس القصه مثل ما شايفين هاي فري انا لسه بصراحه ما جربت يعني انا بظن لازم يعطي لازم يعني يعطوك اياها بدون ما توصل هالليفل المعين بس انا بدي اجربها عرفت علي كيف اه فمثل ما شايفين انا هون ما قدرت اه يعني اجربها بصراحه لانه انا ما كنت لسه واصل ليفل هذا أنا بظن لو لو واصل ليفل 16 كان فيني أشوف إذا فيني أحصلها بكبسة الفري بس أنا مش مجربة بس أنا متأكد إنه راح يعطوك إياها فري بدون أدفع نقاط. أكمل ما تدفع نقاط لكن مثل ما قلت لكم أنا كنت مستعجل. ونفس الشيء بالترك 3 والبونص يعني بعد ما تخلص للترك 3 بيجي عندك الهدايا مثل ما شايفين طبعا رأيي بالنسبة للريال باس قيمة 5 دولار أو 15 دولار. كتير مربحة يعني شو بدي أقول لك يعني أنت عم تدفع خمسة أو عشرة أو خمسة عشر دولار قيمة جوائز بيطلع فيهم يمكن أكثر من مية دولار يعني لا لا ننسى إنه عم يعطوك الخريطة ولا ننسى إنه عم يعطوك عم عم لك خمس جي كوينز ولا تنسى إنه عم يعطوك سيارة سكن كتير حلو وبنفس الوقت إم توينتي بصراحة السكن حلو ومظلة شوية يعني صناديق وهدايا وبنفس الوقت ام فور يعني بصراحة هاي لحالها لازم حاطين حقها عشرة دولار بالستور وخوذة كتير حلوة يعني وهدول العملات أربعمية وخمسة عشر ألف يعني في كتير شغلات ممكن تاخذها تحصلها بقيمة بس خمسة دولار فأنا بنصح إنك تشتري من مباشرة هالريال باس طبعا خلصنا الشرح عن الريال باس ننتقل للإيفنت هو يعني هذا المهم كتير طبعا بحب أذكر تابعني على تويتش إذا عندك صفحة على التويتش بفتح كل يوم بث طبعا الإيفنت هو هذا راح يطلع لك هاي هاي الخانة مثل ماكم شايفين كل عليك إنك تكبس عليها ماشي بعد ما تكبس عليها بيكون فتح هيك معك طبعا ال... الشي المهم انك تكون رابط حسابك الاستيم بالكرافتن اي دي وانا بنصحك تدور على اليوتيوب شلون يعني يكون يعني طريقة ربط هذا الحساب يعني الستيم بالكرافتن واذا كان يعني كثير ناس مش عارفين هالشي وكتبوا لي بالتعليقات اذا بدهم يعني فيديو عن هالشي احاول انزله لكن فضلا اني يعني ما انزل لشخص او شخصين لانه في اكيد في كثير شروحات على اليوتيوب فدور وشوف بنفسك لكن زي الناس يعني كثير سالت فاكيد راح انزل فيديو عن شيء طبعا مثل ما شايفين نزل تحت راح يع... راح يجيك يعني انا المشكله رابطه واعطيته كونفيرم راح راح يكتب لك يعني كونكت او اتصال او شيء او ربط بالانجليزي او بالهول يعني بالانجليزي او بالعربي وانت راح تربطه بعد ما تربطه راح يطلع لك هذول الجوائز طبعا مثل ما شايفين هذا راح يعطوك اياه مؤقت لسبعة ايام لكن اذا انت ضليت مستمر بالايفنت وكل يوم يعني سويت كليم وفتحت اللعبه وهيك حيعطوك اخر شيء هذا السكن وما ننسى الهدايا اللي راح اعطوك اياها هون طبعا هذا اولا ثانيا عندك هذا السكن اللي كتير كتير حلو سبعة ايام اول شيء مؤقت لكن بعدين راح يصير يعني دائم راح تاخذه بعد يعني ما تكون مستمر وانت اقرا كتير يعني معلومات الوصف هون عم يقول لك يعني ضل عايش لمده 15 دقيقه وتاخذ هذه الجائزه يعني حتى هنا انا حاطين مثل ما كنتم شايفين الوقت ونفس الشيء هون ضل عايش لمده يعني 30 دقيقه مش بس بجيم واحد بكل الجيمات يعني مجموع تاخذ هذا الباكج وهيك يعني شيء راح يظل مستمر لحتى تاخذ هذول السكنين وهذا مو كل شيء يا شباب اكثر من هيك انه في عندك هون كمان سكنات ممكن تحصلها وهدايا والغريب يعني انا ما بعرف شلون انا حصلت هالشيء لكن راح يعطوك 100 بطاقه عشان تفتح فيهم ال شوف تفتح فيهم بخانه الهيد اوت مية بطاقة من هدول يعني بيفتحوا لك 10 صناديق، فأنا بصراحة ما بعرف شنو يعني أنا في يعني لعبت وبعد ما لعبت يعني رجعت لللوبي لقيت بالكستم عندي موجود مية بطاقة يعني مو بس مية بطاقة يعني هدايا مثل هدول يعني هدول على اللبسات مثل ما شايفين، عندك الجلوفز هدول بصراحة كتير حلوات مثل ما شايفين في كتير هدايا بصراحة يعني بتاخدها بالمجان إذا بس بت يعني بس بتفتح اللعبة كل يوم وبتلعب لك يعني نص ساعة أقل شي. خلينا نقول ساعة وبنفس الوقت يعني بتروح بتشيك إذا في هدايا فبيعطوك إياها ماشي فبتمنى إنكم تكونوا استفدتوا اكتب لي بالتعليقات مشان الكرافتن أي دي إذا بدكم يعني أنزل فيديو للأشخاص اللي ما بيعرفوا أتمنى يعني يكونوا أشخاص يعني عدد يعني مجموعة كبيرة يعني عشان يعني أقدر أنزل, أنزل الفيديو مثل ما قلت لكم تدور على اليوتيوب في كتير شروحات عن هالشي شلون تربط حسابك الببجي بالكرافتن وهيك وهذا كان كل شيء شباب لا تنسوا تتابعني على التويتش والسلام عليكم